أخبار اليوم. حضرتك يا فندم مع الجايزة، ممكن حضرتك تقول لنا النهاردة يعني حفلة يعني إيه اللي اهتم بتكريم حضرتك النهاردة في إيه بالظبط؟ يعني هي الجايزة دي في الواقع إنها زي ما كتير من الكلمات أشارت إنها ليها طابع خاص، ولابد من إننا جميعاً نحتفي بيها ونفرح بيها، لأنها المبادرة الوحيدة لعائلة من رجال الأعمال تهتم بالثقافة وتشجيع الفن والإبداع وقوتنا الناعمة. صحيح يعني المهمة الأصلية في هذا المجال هو للدولة المصرية، إن الدولة لابد هي واجبها الأساسي أنها يعني تقدم الحق في الثقافة والحق في المعرفة والحق في التعليم والحق في الإبداع والحق في الجمال للشعب المصري كله، وأنه يعني لكن إذا هناك زائد فضل كما تفعل عائلة سويرس فهو أمر لابد أنه نشجعه جميعا. رأس المال العاقل له وظيفة اجتماعية ووظيفة في النهوض بالمجتمع، ولا نهضة لمجتمعنا هذه النهضة التي نحلم بها ونناضل من أجلها إلا والثقافة في القلب منها، الثقافة والتعليم والارتقاء بالذوق العام وتقديم للناس حقهم في المعرفة وفي الجمال وتشجيع قدرتنا على إنتاج الجمال، لأن ده هو القوة الحقيقية الساحقة التي نسميها بالقوة الناعمة. ده أمر يجعلنا في كل محفل من هذا النوع نشعر بسعادة كبيرة. شكرا فندم، شكرا حضرتك.